هل يجوز الطهي بماء زمزم؟ مش المانع، ما هو ماء يجوز الطهي به وغسل الثياب به والتوضؤ به شربه كله ما في مانع، إلا أنهم قالوا يكره الاستنجاء به، قال بعض العلماء يكره الاستنجاء به، وأما الوضوء به وغسل الثياب وغسل البدن والاغتسال به وطبخ الطعام منه فلا بأس بذلك. نعم.